بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، حفلنا الكريم، شوطنا الرابع ينطلق في حفظ الله ورعايته. هذا الشوط خاص بالجعدان، أسير مع البداية وأسير مع ممدوح سامي بن سعيد بن سالم الهاشمي. يقدم لنا ممدوح على المركز الأول، أما المركز الثاني أرى ثاير عبد الله بن علي بن عبد الله الهاشمي يتقدم مع ثاير. أحذركم من ثاير اللي على المركز الثاني. أما المركز الثالث أرى التواجد وأرى الحضور من شاهين علي بن محمد بن راشد الزرعي يتقدم مع المركز أيضا الثالث الغادم اللي وصل شاهين علي بن حميد بن سعيد الهاشمي يتقدم في هذا الأداء المميز. ولكن عود مع ممدوح وانطلاقة ممدوح على البداية وعلى الرقص الجميل، ممدوح وثاير وشاهين. ولكن ممدوح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، بسم الله على هذا العرض الجميل. طار ممدوح، طار مع البداية، طار مع هذا الأداء المميز، الأداء الجميل. سامي بن سعيد بن سالم الهاشمي يقدم ممدوح مع هذا العرض الجميل وأيضا الأداء المميز، تابع للمركز الثاني. ولكن عود مع البداية، عود مع ممدوح. سلام وين ما يسكن سامي بن سعيد الهاشمية. هنا تهانينا والناموس. هذه لحظة الوصول المركز الثاني شاهين علي بن حميد بن سعيد الهاشمي، والمركز الثالث أيضا يتواجد شاهين علي بن محمد بن علي الزرعي. التوقيت